مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا. أول فقراتنا النهاردة هتكون خاصة بالمشاكل الزوجية، وهتكون ضيفتي مارلين نبير، استشاري أسري وتربوي. أهلا بيكي. ازيك يا مارلين؟ ازيك جمال. أسئلة كتيرة جات لنا يا مارلين على صفحة البرنامج، خاصة طبعا كلها بالعلاقات الأسرية والمشاكل والحاجات دي. أكتر الأسئلة بتجيلك إيه؟ الحقيقة احنا بنتعرض لحاجات كتيرة جدا في مقابلاتنا مع السيدات، بتبقى معظمها مشاكل مع الزوج. بنبدأ في الأول إحنا لما بنيجي نعالج مشكلة مع الأم في التربية، بترجع في الآخر إنه في مشكلة مع الزوج. فالخلافات بتكتر جدا جدا في البداية، وبيحتاجوا إن هما لازم يكون في حد يساعدهم في الفترة دي. المشاكل بتجيلك عن طريق الأولاد الأول، بتكتشفي في الآخر إن هما رد فعل اللي بيحصل في البيت بين بالزبط. باباهم ومامتهم. بالظبط. طب أغلبية المشاكل بتبقى بتتكلم عن إيه؟ إحنا الفترة اللي فاتت يمكن علشان موضوع الكورونا ابتدى إنه قعدنا فترة شوية الزوج متواجد في البيت. فلما تواجد في البيت اتفاجئ باللي بيحصل. اتفاجئ باللي بيحصل. أيوه. ففي نوع من الأزواج لما ابتدى يشوف إنه الأحداث اللي بتحصل في البيت والأولاد بيعملوا إيه والمجهود اللي بيتم في البيت، ابتدى يعني يبقى يعني في حالة إنزال، اللي هو إيه ده؟ بيحصل إزاي ده؟ كل ده انت بتعمليه؟ الاول كان في الاول هو ايه انت بتعملي ايه طول اليوم؟ طب دي حاجه بوزيتيف للام يعني. لكن هو قعدته في البيت هو ابتدى ياخد دور سلبي. فكره الاب بقى اللي هو قاعد في البيت مش مستحمل دوشه الاولاد، مش عايز زيطه، عايز الدنيا هاديه، مش لاقي حته يرتاح فيها. طول الوقت الام عندها اهتمامات كتيره جدا بالحاجات اللي موجوده في البيت، فابتدى بقى او يتدخل في حاجات البيت، يعني اللي هو لا الطبخه دي مش عارف ايه، وابتدى يعد الرز جوه الكيس. ايوه بالظبط. ابتدى يعمل حاجات كتيره جدا. فتواجدهم في البيت فتره الكورونا دي عرفتهم حاجات كتيره. ففي ناس اكتشفت حاجه ايجابيه في الفتره دي، ان هي قدرت المجهود بتاع الام، وفي ناس ما قدرتش تتعامل، ما قدرتش تستحمل اولادها، ما قدرتش لما هي قعدت مع ابتدى الزوج والزوجه يقعدوا مع بعض فتره اطول، لا احنا مش قادرين ان احنا نكمل، لانه ابتدى خلافات كتير. الفتره اللي قبل كده كلها كانت الزوجه ابتدت تتعود ان هي بتعمل حاجات لوحدها. بالظبط. فلما وخلاص وسستمت نفسها على هذا الموضوع، وهو يعني في الشغل ملوش دعوه باي حاجه، بيروح يتغدى وينام شويه وينزل على قهوه ولا مع اصحابه وخلاص خلص الموضوع. لكن الفترات دي حصل بقى يعني زي صراع جوه البيت، اللي هو لا يعني انا مش مرتاح جوه البيت، انا ما كنتش اعرف بيحصل ده. فده عمل خلافات كتيره جدا، وخلى الامهات ابتدت تضغط جدا، هو مش مقدر مجهودي، هو مش حاسس بيا، هو يعني حاجات كتيره قوي الام ابتدت تفتقدها في الفتره دي. وابتدى نسبه الطلاق كمان كتيره، ونسبه الخلفه كتيره، يعني هما الاثنين حصلت دي حقيقي. اخر احصائيه اتعملت لقينا انه كل من اربع دقائق لست دقائق في حاله طلاق بتتم. فانت تخيلي بقى انه في توتال اليوم كده احنا في اخر اليوم بعض على طول. بتبقى عندنا 240 او 250 حاله طلاق في اليوم. فاحنا وصلنا لمرحله كبيره جدا بسبب الخلافات الزوجيه. بس هو ان جيتي الحق هو الوضع الطبيعي للاب ان هو كان يبقى متواجد من زمان. بالظبط. يعني دي مش ده الاساس اللي هو كان يبقى موجود، هو اللي عمل هو كده. بس ظروف الشغل والضغط الحاجات اللي بره وكده، فهو اللي بيخليه يتباعد لفترات طويله. بس هو كان الاساس زي ما احنا زمان اتربينا ان هو الغدا الساعه 3 والاب يكون موجود، السفره تتفرش، نبتدي نعمل الواجبات، الحاجات الطبيعيه. هي اللخبطه دي هي اللي خلت المواجهه تبقى سريعه وغاضبه. والحاجه الثانيه ان نسبه الطلاق عاليه جدا في اول سنه، لانه معروف كده انه حتى حاله الحب الجميله اللي بتبقى في الخطوبه تقريبا احنا معانا من 6 شهور ل3 سنين الحاله دي ينفع تستمر، ده اقصى حاجه الحاله اللي هي العشق دي، اللي احنا بنعدي لبعض وبنسامح بعض ومش قادره اشوف فيها العيوب والدنيا كويسه ولطيفه. ونيجي بعد الجواز بشويه الدنيا حلوه، بس ابتدينا نكتشف حاجات، ابتديت مش قادر استحمل، انا مش فاهمه مخ الراجل بيفكر ازاي، مش فاهمه هو كل ما اجي اتكلم معاه الاقيه في حته تاني. يعني بتلاقي دلوقتي في شكوى كتيره جدا، هو مش معايا اصلا، هو مش سامعني، انا بتكلم كتير وهو مش مركز معايا وانا بتكلم. فابتدت الخلافات بتحصل من هنا، انا مش فاهمه الراجل بيفكر ازاي وهو مش فاهم هي بتفكر ازاي. فابتدى يحصل خلافات كبيره جدا بسبب فكره ان احنا مش قادرين نفهم طبيعه الراجل عامله ازاي وطبيعه الست عامله ازاي. بيجيلكوا اي استشارات قبل الجواز؟ طبعا طبعا احنا ابتدينا نعالج بقى من البدايه، بدل ما احنا ندخل في صراع بعد الجواز. حتى في دورات تأهيل للجواز من عند الأزهر ومن الكنائس دلوقتي، دي إجباري يعني. هي دي موجودة، بس هل الكونسبت ده بقى موجود عند الناس كتير؟ يعني فعلا الناس بقت تلجأ له قبل ما اتجوز اروح اخد عشان خايفين. هم دلوقتي الخطوه بتتاخد وهم قلقانين من فكره الجواز، وابتدى انه عشان على السوشيال ميديا في حاجات كتير بتنزل، فابتدى يحصل للبنات نوع من لا طب انا كويسه دلوقتي، انا مش محتاجه ارتبط بحد، ولو ارتبطت انا عندي 100 حساب وحساب، وخايفه من الخطوه اللي انا داخله فيها. ففي ناس بالفعل بتاخد خطوه ان انا عايزه اتعلم وعايزه اعرف انا داخله على ايه وابتدي، وده بيسهل عليهم حاجات كتير جدا. يعني حتى الام لما تيجي تخلف او يعني في اطفالها تيجي، لما بتتعلم الموضوع بيبقى جميل قوي، بيسهل عليها، بتاخد خبرات جاهزه، فتبتدي لما تتعرض للموقف انا عندي استعداد اتعامل مع الموقف ده لاني اتعلمت عنه. بس فالحته دي بقى نرجع كمان وجود ان انتم موجودين، بقيتوا بالكثره دلوقتي، يعني بقيت يعني في حد اقدر اساله، حد الجا له بالظبط. زمان ما كانتش موجوده غير الدكتور النفساني، يعني لما حد يبقى العمليه مستعصيه قوي ده حقيقي. لكن دلوقتي لا، في كتير خبراء في الاساليب التربويه والاسريه والزوجيه، فوجودكم نفسه انعش الموضوع شويه كتير يعني. هو دايما بننصح انه لما تيجي تسال اسال الشخص المناسب، علشان كانت في واحده بتسال كده انه يعني هي جت بعد مشاكل كتير في جوازها، فبقول لا بنتكلم، يعني هو انت يعني بناء على ايه كنت بتتصرفي بالطريقه دي؟ فبتقول كانت عندي واحده جارتي في وشي، وكانت شاطره قوي فاهمه كل المواضيع دي، هي اتطلقت 3 مرات فعندها خبره. فتخيلي نوع الخبره اللي هي واخداها من حد مر وفشل في الحته دي. فمهم قوي ان احنا لما نلجأ للمكان الصح والاشخاص الصح عشان يقدروا يساعدونا في الحته اللي احنا واقعين فيها. فتره الخطوبه بتبين ايه من الحقائق بالناس؟ بصي، هو فتره الخطوبه هي فتره بتبقى لطيفه وجميله ومهمه قوي الحقيقه، يعني ما ينفعش ان نتخلى عنها، لان هي بتعمل زي ارض كده هنبتدي نشوف بعض. بس ما اقدرش احكم فيها قوي، لانه بيبقى فيه اشخاص متصنعه. يعني في ناس بتدخل اللي هو انا دايما لازم ابقى بشكل معين وانا بقابله، لازم ابقى متحفظه بكلام معين وانا بقابله، كل الحاجات دي بتاخر معانا. مش يعني دايما بننصح انه بالعكس، احنا عايزينكم تختلفوا، ولو نجحتوا في ان انتوا تحلوا مشاكلكم وانتوا مخطوبين وتديروا الخلاف بتاعكم بطريقه صح، هتنجحوا في جوازكم. فكي الخطوبه مفيش مشكله مره واثنين وثلاثه، لكن ما تجيش بعد الجواز تقولي انا ما اكتشفتش ده. فعشان كده الدورات اللي احنا بناخدها دي بنحط الاثنين قدام بعض وبنكشف ده قدام ده، فانت بتبقى عندك القرار، انت ناويه تكملي وانت عارفه عيوب اللي قدامك ولا الدوره بتبقى زوجيه؟ يعني انتوا هما الاثنين قدام بعض طبعا. لازم الكابلز يبقوا موجودين علشان يبقوا بيسمعوا نفس التعليم، بيسمعوا نفس الفكر، فهم بياخدوا قرارات كمان واحده. يعني لما بتيجي تشتغلي مع الام لوحدها تيجي تقول لك انه هو مش موافق، هو بيقول لي اللي انت بتعمليه ده مثلا كلام فاضي. فاذا احنا بنعمل مجهود مع شخص بيحاول في حته تاني، بس دي كمان بتبقى مع المتجوزين اكتر، بتبقى بنلحق اللي عايز يشتغل على نفسه. لكن في البدايه بننصح طبعا الاثنين ان هم يكونوا بيشتغلوا مع بعض على الحاجه اللي هم داخلين عليها. يعني بعد ما بتشتغلي معاهم بقى بتلاقي الاهل تدخلوا في الموضوع، قالوا لك دي بتقول لكم اي كلام، دي خليكم احنا ماشيين صح، احنا ذو الخبره، احنا اللي عارفين. بتلاقي حالات زي كده؟ هو للاسف ان معظم الحالات اللي بيدخل فيها الاهل الموضوع بيكبر وبيبقى صعب جدا، ويعني لانه ما فيش اب وام بيقبلوا ان بنتهم تتحط في موقف واحد. الموضوع بيبقى كرامه شويه، واذا كانت الزوجه ممكن تقدر تغفر بعدين وتسامح الموقف، لكن الاهل مش بيقدروا يعملوا الحته دي، يفضلوا فاكرين الحته اللي هي في يوم من الايام اتهانت، او في يوم من الايام هو عمل الموقف الفلاني، فما بيقدروش يغفروا اللي ليهم ابنهم مثلا او حاجه زي كده. فما بننصحش ابدا بالتدخل الا واذا انا عارف انه الشخص ده حكيم جدا، مش هيحابي طرف معين، مش هيتدخل في حته معينه، بيسيب لي مساحه ان انا اقرر، برضو مش هو اللي بياخد لي قراراتي. لان برضو لما بنرجع بنقول لا خلاص، يعني نعرف حالات كتيره جدا لما الزوجه بتلجأ لاهلها، خلاص انت بدل ما لجأت لنا انت ما تقوليش قرار تاني، احنا اللي نقرر لك، يعني مش هينفع ترجعي له تاني. فالانفصال بيتم بقى بسنين. يعني ستات كتير بتقعد مثلا تكلمنا، هي عندها مثلا مشيت من وهي حامل والبيبي عنده مثلا 2 سنتين، خلاص ورجعت علاقتها معاه وعايزه ترجع تاني، لان الاب اخذ قرار ان انا مش هرجعها تاني عشان الموقف ده. فالحته دي خطيره جدا وسلاح ذو حدين، هي محتاجه حد حكيم قوي يكون لو طرف من الاهالي ان يكون حقيقي هيتكلم بجد، اللي هو مش هيروح لناحيه طرف معين. من ضمن طبعا المشاكل اللي جات لنا على الصفحه وغالبا موجوده في كل البيوت المصريه دلوقتي، مش عايزه اعمم يعني، الخرس الزوجي. باهرة. بصي احنا بنعاني من الحته دي، لان انا دايما بتكلم في فكره الاطفال لما بقول لهم خلي بالك من ابنك ما يقعدش قدام الموبايل كتير، خلي بالك من ابنك ما يقعدش قدام التلفزيون كتير، ما يقعدش كذا كذا. فتيجي الام تقول هو شايف الاب كده، بابا بيرجع من الشغل ماسك الموبايل طول الوقت. تعالي كلمي الستات دلوقتي كلهم هتلاقي دي مشكلتي انا، دي مشكلتي انا، دي مشكلتي انا. بقي موضوع الخرس الزوجي بقى منتشر في البيوت، العلاقه اتفقدت، ما بقتش موجوده. منظر البيت بقى الزوج موجود والزوجه موجوده، بتلاقي الزوجه ماسكه موبايل والزوج ماسك موبايل، ومفيش حوار، الحوار مات بينهم. طبعا دي تطورات حاجات كتير جدا يعني. في قعدة البلكونه بتاعت زمان مع الجرايد والشاي مع كوبايه الشاي والحاجات دي. بصي صدقيني احنا بنحاول نحافظ على الحته دي دايما لما نيجي نتكلم، عشان كده بنقول الدورات دي بتعمل ايه. فكره ان احنا بنحيي الحتت دي، انه لازم يكون في وقت احنا بنتكلم فيه، لازم في وقت بيتفصل الموبايلات وعندنا وقت للعيله، بتكلم انا وجوزي نفتح موضوع. الخرس الزوجي دايما 60% تقريبا بيجي عند الرجاله، ولان هم عندهم شويه في تقسيمه العقل بتاع الراجل، لما جم فسروا كده ويعني بسطوا المعلومه، فقالوا ان مخ الراجل، العقل الراجل غير المخ، شكله عامل زي بالظبط الشقه، تمام، وعنده في حجرات، والحجرات دي كل حاجه متقسمه جواها. فحجره مثلا للشغل، حجره للاصحاب، حجره للديون، حجره للاقساط، حجره للالتزامات، مش عارفه ايه برضه. انت قلتي ديون واقساط، لا ده هو عقله متقسم بالحته دي كده. الراجل لما بيروح في البيت بيعمل ايه بقى؟ بره كل الحجرات دي في الحجره الكبيره اسمها الناثينج، لا شيء. هو لما بيروح البيت بيقعد في الحته دي، بيقعد في الناثينج، في اللا شيء. فبتلاقيه انت بتكلميه هو مش سامعك، ممكن تبقي واقفه بعيد وبتنادي عليه وهو فعلا مش سامعك، لانه هو دلوقتي فين؟ في الحته في اللا شيء. لكن غير الست، الست في حته تاني، بيبقى عندها عقلها برضو شبهوه كده، لا هو صاله كبيره جدا وفيها كل حاجه مع بعضها. فلما تيجي تتكلم في موضوع هي ممكن تقول 30 سؤال ومحتاجه 30 اجابه، تمام، وممكن تنسى نص الاسئله دي وهي بتسمع الاجابات يعني. هي بس هي بتحكي في الحتت دي. فاحنا لما بنفهم طباع بعض وبنعرف احنا هو بيفكر ازاي وادخل له ازاي وهو يفتح حوار ازاي، لانه برضو الزوج اوقات لما بنيجي نتكلم على الخرس الزوجي، طب خلاص انا هتكلم، يجي يتكلم يروح يتدخل في حاجات هو ملهوش فيها، فيتكلم بقى على نوع اكل معين، لا انت مش عارفه ايه، تدي نصيحه زي الفضيحه، يجي وسط الاهل مثلا، على فكره انا المره الجايه بعملي الاكل بالطريقه الفلانيه، فلما يجي يتكلم يبوظ الدنيا. فيا اما اتجاه كده يا اما اتجاه كده. الصمت ده بيموت العلاقه. فكره ان انت موجوده في البيت والزوج موجود، مفيش ترابط في الكلام، مفيش موقف نحكيه مشترك، لما باجي اتكلم معاه بيقفل معايا المواضيع. كل الحاجات دي بتوجع قوي في الست، بتوجع، وهو في نفس الوقت مش فارق، هو قاعد في حته في مخه يعني في العقل كده، انا مش فكر في حاجه، انا قاعد، هو مش قاصد يعني، هو مش قاصد ان يبقى فيه، هو تكوينه حاول دفع عنه شويه، دي فرصه دفع عنهم شويه، هو اي مساحه من الدفاع دفع عنهم شويه صغيرين، بالظبط، لا هو تكوينه كده. فانا اللي بساعده يطلع بره الحته دي وبنتكلم مع بعض، وهو كمان لما بيدرب نفسه بيطلع بره الحته دي ويبتدي يشارك مراته، لان ولادنا محتاجين يشوفونا واحنا بنشارك مع بعض. دي اساسا بترجع للتربيه من الاول، البيئه بتاع الزوجين وهم طالعين، انه لا الاب كده، لا الام كده، لا كل واحد في حاله، لا جوه البيت مفيش حوار، فبالتالي بيطلع ايه؟ هو في بيته نفس القصه، ما بيزيدش مجهود ان هو يعمل العلاقه مع الزوجه، ان هو يتكلم معاها ويفتح حوار او يحكي حاجه حصلت معاه، او حكى مثلا قبل كده وهي ما ادتش اهتمام، فخلاص انا مش هحكي تاني، ولو سالت بيبقى انت كررتي السؤال كذا مره، لو عندي حاجه جديده هبقى اقول لك، يعني ما هي السلاح ذو حدين. بالظبط بالظبط. فانا لو عايز اعمل حوار انا اللي بقرر، بس ده حقيقي بيأثر جدا جدا على الست في البيت، لان لما بتلاقيش رد فعل من الزوج بتحس بجوع عاطفي رهيب. بتلاقي ستات معينه تيجي تقول لك جوزي حلو قوي 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 وكريم قوي في بيته وشخص بيسدد كل احتياجات البيت وهو اب حلو ما بيحرمش ولاده من حاجه، بس الحقيقه هو انا مش شبعانه منه، انا مش بيقول لي كلام حلو، مش بيتكلم معايا، وممكن توصل للطلاق برغم ان منظر البيت جميل قوي، بس الخرس الزوجي او الصمت الزوجي ده حصل ايه؟ عامل فجوه كبيره جدا مبوظ العلاقه دي. فبنوصل بقى لمرحله يعني مع ان شكل البيت جميل قوي بس في نفس الوقت بنوصل لنفس النتيجه، هي ايه؟ برضو الحلول بقى يا مارلين، حلولك ايه بتبقى في المواقف زي دي؟ الحلول اولا افهم طبيعه الراجل. انا فهمت النهارده انه هو فعلا عنده حته بيقعد فيها اللي هي لا شيء في مخه، فبديه مبرر شويه وانا بتكلم معاه، ابتدي اشوف حاجات مشتركه بيني وبينه، احب الحاجات اللي هو بيحبها، يعني خليني انا ما بحبش مثلا الكوره بس جوزي بيحب الكوره، فلما اجي ما اديش تعليقات سلبيه، انت ما وراكش غير التلفزيون، ما وراكش غير الماتش اللي مش عارف ايه، لا ابتدي اشاركه الحاجات اللي بيحبها، فاقعد جنبي. اي نعم انا مش فاهمه حاجه بس إيه؟ لقيته ضحك اضحك لقيته مش عارف عمل ايه اعمل كده. لما اشاركه هيحصل ايه؟ هخطي الخطوه دي. الحاجه الثانيه ابتدي اتكلم عن احتياجي، اوقات انا ببقى عايزه هو ياخد باله من حاجه هو مستحيل هياخد باله منها، لان هو ما عندوش فكره التفاصيل زينا احنا. وببتدي اخد الموقف وهو مش عارف اصلا ايه اللي بيحصل جواه. يعني انا كنت مثلا عامله شعري في الكوافير، فانا متوقعه ان هو هياخد باله، او عملت لون معين في شعري متوقعه ان هو هياخد باله، جه هو دخل مساء الخير مساء النور، دخل ولا كأني في اي حاجه، وانا طبعا دافعه فلوس وراح الكوافير ومجهود ومغيره لون وعامله كل ده، وفي الاخر ما عملش كده. فتلاقي ممكن الزوجه تروح تقفش وخلاص ومش هتكلم ومش هعمل، انت مش واخد بالك مني. لا ابقى لطيفه في الحوار وابتدي اعبر انه طيب ايه رايك في الحاجه الفلانيه، رد فعلي وانا بتكلم انا اللي بفتح الحوار. يعني برضو السلاح في ايد الست حقيقي. يمكن الراجل بيبقى عنده جهل في حاجات معينه، مش جهل بينا احنا في تفاصيلنا في الحتت دي، ان احنا بنحب التفاصيل، بنحب نحكي رحت كوافير قابلت فلانه، مش هو مش عايز كل التفاصيل دي. اقول حاجات كده ان دايركت واي يعني على طول، ولا اقول مثلا يا ده كوافير طلع غالي انا كنت فاكراه، يعني بطريقه لطيفه. بالظبط، يعني هي بطريقه لطيفه اطلع منه الحوار بطريقه انه انا بلفت نظرك لحاجه معينه، وبنوصل شويه بشويه مع بعض للحته اللي انا عايزاها. فدي حاجه من ضمن ان انا بشاركه وببتدي اعبر عن احتياجي وانا بتكلم. الحاجه التانيه مهمه قوي ان احنا نعمل وقت للعيله. لما باجي ان هو مثلا انا مش عايزه اقول له مثلا خلاص انا وجهت ان انا عايزه يبقى في وقت بيني وبينك ان احنا نتكلم مع بعض نتشارك مع بعض، ببتدي كمان اوجه له انه اولادنا متاثرين بفكره ان احنا ما بنتكلمش مع بعض. بيقولوا ان مثلا بابا بيبقى ساكت طول الوقت وهو ملوش دعوه، او هم عارفين ان بابا لو زنينا عليه وهو ماسك الموبايل هيستجيب للحاجه اللي انا بزن عليها، فبيبتدي ابتدي اوعيه للفكره دي. تعالى كل يوم نعمل، انا مش عايزه منك طول الوقت تقعد معايا، يعني مش فكره ان انا مثلا من اول ما بتروح البيت، هو فعلا بيبقى ممكن موجود 5 6 ساعات، بس الحقيقي الفعلي منهم 15 دقائق اللي هو الحوار الحقيقي، زي ما بيقولوا الكواليتي مش الكوانتيتي. يعني بالظبط، انا مش عايزه منك وقت كبير، انا عايزه بس 15 دقيقه اسهل عليه الموضوع. يعني هي الفكره ان انا ابسط له الموضوع. 15 دقيقه مش مده كبيره، هنقعد بس هنسيب الموبايل في الوقت ده ونتكلم احنا واولادنا. فانا كده عملت حاجتين، وصلت لجوزي وكسرت الفكره اللي هي ان مفيش حوار بيني وبينه، وعلمت اولادي ان في وقت لازم ده بتاع العيله، لازم انا بتكلم انا وبابا، لازم ان احنا في حوار بيني وبين اولادي ويقولوا رايهم ونقولوا راينا ونتناقش في حاجه معينه، وحتى لو فيلم مثلا سمعناه بنتكلم عليه، حتى لو موقف مثلا تعرضنا ليه كلنا في حاجه في العيله او حاجه زي كده. كل الحاجات دي بتفرق جدا جدا مع الزوج ومع الأولاد. نصايح غالية علينا جدا، ونتمنى تكوني معانا إن شاء الله مرة تانية. الحلقة خلصت بسرعة الفقرة بتاعتك، معلش. ميرسي ليكي يا مارلين، أنا مبسوطة أكون معاكي. الله يخليكي يا حبيبتي، ميرسي ليكي. نعود فقرة تانية إن شاء الله. رجعنا بعد الفاصل وفقرة خاصة جدا عن تفسير سورة الأحقاف وخاصة الآية ال15. هيكون ضيفنا الدكتور عبد الله شلبي من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. الآية 15 حضرتك بقى تذكرها لنا، احنا كنا بنتكلم فيها على ابتدت بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الحمد لله حمد الصدق ذو الألوهية الحق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أذن الخير التي سمعت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، فصلى عليك الله يا رسول الله. وبعد، يقول ربنا في هذه الآية وصية بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في هذه الآية وصى ربنا سبحانه وتعالى بداية بالوالدين، والوصية بالوالدين على سبيل العموم، ومنها قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في سورة الإسراء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هناك كلام من رب العباد وأمر من رب العباد. وقضى ربك أي أوجب ربك يا محمد. ما هو الواجب عند أهل العلم؟ ما كان فعله أولى من تركه، مع المنع من الفعل بدليل قطعي. وقضى ربك أي أوجب ربك يا محمد ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فالله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى الوالدين. من الذي ربى؟ من التي ولدت؟ الأم. من الذي ربى؟ الأب. فسبحان الله، الله عز وجل بين لنا وأمرنا ووصانا بالإحسان إلى الوالدين، نظرا لما فعلوه مع الصغير آن صغره. أستاذنا حضرتك تفسر الإحسان. نعم، الإحسان وهو الجامع لجميع أنواع الخير، كل جميع الخيرات والفضائل التي توجد في الدنيا فهي إحسان. الكلمة الطيبة إحسان، إعطاء الوالدين من المال إحسان، كل أوجه الخير، النظرة إلى الوالدين بخير وبفضل، هذا هو الإحسان. كل أوجه الخير هي إحسان. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فهذه وصية من الله عز وجل لمن آمن، للمؤمنين على سبيل العموم. وننظر إلى أحاديث الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الوصية بالوالدين، وتغليظ عقوبة من عق والديه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه أحد أصحابه ويقول له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ماذا قال النبي؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ننظر إلى حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ونبينه ونوضحه، ونبين مدى فهمنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. المجهود الذي تفعله الأم خاصة، وفي هذه الآية التي نحن بصددها: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وسوف نقف عندها. سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالأم 3، لأن المجهود الذي تبذله الأم في هذه الحالة مجهود معنوي لا يصل إلى إدراك الابن. الابن عندما يكبر وهو صغير ما شافش الحمل والولادة والسهر وما شابه ذلك. أما عندما يكبر: عايزين الحاجة الفلانية، أبوك. هروح أبوك. فالقرآن الكريم وصى بالوالدين على سبيل العموم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المجهود الذي تبذله الأم، فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم، ولفت الانتباه إلى الوصية بالأم الثلاث، وليس فيها إهدارا لحق الأب كما يقول البعض. لا وصل. استاذن حضرتك، انا في بعض الشيوخ بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول حاجه 3 مرات، يعني لو كان سالوه تاني كان قال الاب 3 مرات برضه. هل هذا صحيح ولا لا؟ لا، في هذا السياق يسال ويقول له من يسال في سياق من احق الناس، قال النبي امك، ثم ساله سؤالا ثم من، قال امك، ثم من، قال امك. لو كان كما قلت النبي يقول 3، قال له أمك أمك أمك، ولكن ثم هنا تفيد الترتيب مع التراخي. يبقى هناك سؤال من الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصية من الله عز وجل. وبين لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم فضل الوالدين، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الجنة تحت أقدام الأمهات، نظرا لفضل الأم وما تقدمه الأم من عناء ومن تعب، حملته كرها ووضعته كرها. فهذا بعض الكره هنا، هو معنى الكره فعلا هو بحاجة غصبا عن الواحد هو مش عايز يعملها، ولا كره ألم وتعب؟ تكلم العلماء في هذه الآية فقالوا حملته كرها. بعض النساء تجبر مثلا على الجماع فتحمل، حملته كرها، وفي أثناء الحمل كرها تعبا ومشقة وصعاب تواجهها الأم أثناء الحمل وأثناء الوضع، حملته كرها ووضعته كرها، فتحمل الشقين. الشق الأول التعب والمشقة التي تعانيها الأم أثناء الحمل، تأكل الحاجة الفلانية، ما تأكلش الحاجة الفلانية، نفسها تتوق إلى هذا الشيء، نفسها تنفر من هذا الشيء، ففترة الحمل تكون تعبا للأم، حملته كرها ووضعته كرها. هذا يعني ما بيّنه القرآن وبيّنته سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوالدين. ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويوضح بشدة أن الإنسان الذي يعق والديه أنها كبيرة من الكبائر. ورد أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه فقال لهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر عند الله؟ فقالوا له بلى يا رسول الله، إيه هي أكبر الكبائر؟ فسيدنا النبي يبين ويوضح للصحابة، قال لهم الإشراك بالله. وهنا نجمع بين الحديث وبين الآية في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أوجب ربك يا محمد ألا تعبدوا إلا إياه، أي يجب علينا أن نقول لا إله إلا الله، وبعد قول لا إله إلا الله مباشرة وبالوالدين إحسانا. سيدنا النبي في هذا الحديث يبين لنا ويوضح لنا، يقول لصحابته ولنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر عند الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وبعدها وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فأخذ يقول ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فأخذ النبي يرددها حتى قلنا ليته سكت. فهذه بعض الأحاديث التي تبين لنا يعني الذنب الذي يقترفه الإنسان في حالة عقوقه لوالديه. هناك جانب آخر منير، وهو البر والصلة والمحبة والمودة بين الأب وبين أبنائه. وهناك قصص كثيرة، قبل أن ندخل في صلب هذه الآية هناك قصص كثيرة تبين يعني مدى الجمال في البر بالوالدين. ورد أن موسى عليه السلام، والله الواحد يكون سعيد جدا جدا عندما يتحدث عن الوالدين وعن بر الوالدين. من كان له أبوين فليحسن إليهما، من كان له أبوين فليحسن إليهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الجنة تحت أقدام الأمهات. أين عقلك؟ الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهر. ما معنى أف؟ نقف عندها وقفة ونبينها ونوضحها. كلمة أف أقل لفظ يفهم في اللغة العربية يتكون من حرفين. أقل لفظ يتكون من حرفين. لو قلت لحضرتك ألف ما استفدتي، باء ما استفدتي. لكن عندما أف لا تعني، يعني بعض العلماء قال لك لا نأخذها على سبيل التأفل، لا. القرآن يقول لك أدنى لفظ يتكون من حرفين لا تقوله للأب ولا للأم. أقل شيء لا تقوله للأب ولا للأم. فموسى عليه السلام وهو كليم الله دعا الله عز وجل وقال يا رب أرني رفيقي في الجنة، أرني رفيقي في الجنة. فأوحى الله إليه يا موسى أول مار عليك في طريقك هو رفيقك في الجنة. فانتظره نبي الله موسى ومشى خلفه، فإذا هو قصاب جزار ذبح، فتح محل الجزارة بتاعته فتحه، ثم عمد إلى ذبيحته وذبحها، ثم بعد ذلك قطع أطيب اللحم ووضعه في جيبه. أجمل حاجة في اللحمة، الحاجة الطرية الحلوة كده، قطعها وحطها في في جيبه. أنهى بيعه وتبعه موسى. دخل بيته فطرق موسى عليه الباب، قال ضيف، قال تفضل. الرجل أخرج اللحم ووضعه وطهاه، ثم عمد إلى امرأة عجوز هي أمه. الجزار دوت راح لامرأة عجوز، بعد ما طيب اللحمة وبردها كان يمضوها في فمه ويضعها في فمها. هي كبيرة في السن مش هتقدر، مش عارفة تنطق. أيوه، يمضوها في فمه ويضعه في فمها. ثم بعد ذلك عندما شبعت أشارت إليه، ثم بعد ذلك سقاها، ثم بعدما سقاها رفعت يداها إلى السماء ودعت له. ثم ذهب إلى إضافة من؟ إضافة موسى عليه السلام. قال من هذه؟ سيدنا موسى يسأل من هذه؟ قال إنها أمي. قال أتمضغ اللحم وتضعه في فمها؟ قال أما فعلت ذلك معي وأنا صغير. شوفوا الأم كانت بتعملها معنا إحنا وإحنا صغيرين. أما فعلت ذلك معي وأنا صغير. قال عندما رفعت يديها ماذا قالت لك؟ قالت تدعو الله لي كلما أطعمها تقول اللهم اجعله رفيق موسى بن عمران في الجنة. سبحان الله. سبحان. فقال أنا موسى وأنت رفيقي في الجنة. هذا جانب من جوانب البر الواضحة التي يجب علينا أن ننظر إليها وأن نتعلم منها. نكمل بقى الآية مع حضرتك. نعم. احنا بعد كده دخلنا في حملته أمه كرها، حضرتك فسرتها. نعم. نعم. دعاء بقى، ابتدى يدعي استغفر ربنا الأول على كل اللي عمله، وبعدين ابتدينا ندعي إن احنا هنبقى عمل صالح الفترة الجاية وكده. نعم. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هنتكلم. أيوه. نعم. هنتكلم في سن 40. بالظبط. نعم. في هذه الجزئية من الآية تكلم ربنا عن الوصاية بالوالدين. ثم بعد ذلك الإحسان إلى الوالدين، وصية من الله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حملته أمه كرها ووضعته كرها، بين ما تتحمله الأم من تعب وعناء وشد. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وده كان الخلاف ما بين سيدنا علي. أيوه. رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر. ورد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أتت إليه امرأة وضعت في شهرها السادس. فأراد أن يقيم عليها الحد. فدخل علي رضي الله عنه وأرضاه عليه، قال ماذا؟ قال وضعت في الشهر السادس. قال لو أقامت عليك الحجة لحاجتك، دام عندها دليل وحجة من القرآن. قال وما الدليل على ذلك؟ قال أما قرأت قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا. وقول الله عز وجل وفصاله في عامين، العامين 12 و12 24 يبقى حمله وفصاله 30 شهرا، يبقى ما يتبقى من ال30 كام؟ من ال30 كام؟ 6 أشهر، فهي أقل مدة للحمل. وحمله وفصاله 30 حتى إذا بلغ أشده. كلمة بلغ أشده، بلغ الغاية في العقل والجسم. بلغ الغاية في العقل، اكتمل عقله واكتمل جسمه. اكتمال العقل واكتمال الجسم. ننظر إلى سبحان الله هذا خلق الله، تكوين الجسم البشري اللي خلق رب العباد. كل شيء، الشعر اللي عندنا هنا كرجال بنقص، لو سبناه هيكبر. ننظر إلى شعر الحاجب، شعر الرموش، لو تركناه، هذا شعر وهذا شعر. سبحان المبدع، سبحان الخالق. العظام لها حد، الأسنان من العظام ولا ليست من العظام؟ الأسنان من العظام. لو تكبر كانت يبقى الواحد سنه نبفيل. أيوة بالظبط. فسبحان الله، سبحان المبدع. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذا العمر، عمر النضوج، عمر الفهم، عمر الوعي، بلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وهنا يجب علينا أن نتحدث عن التوبة. يجب علينا جميعا أن نتوب وأن نرجع إلى الله. الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا من أذنبت، لسان لاح مشيبه وهو يعصي الله عز وجل. أحد الشعراء كان له صديق يعصي الله عز وجل، ولاح الشيب في رأسه وذقنه، فنظر إليه وقال له: لاح المشيب وأنت في لعب الهوى، وطول عمرك في الذنوب قد انطوى، وصحيح جسمك في الخطأ ضيعته، وما تبت إلا أن فرغ القوى. هناك وقفة هنا يقول له: أنت وصلت 40، يجب عليك أن تتوب وأن ترجع إلى الله عز وجل. اختصاص سن 40 بالذات علشان بس بلوغ القوة وأكتر حاجة في والرشد. نعم، يبلغ العقل منتهاه، ويبلغ السن أجمله وأفضله. آخر البلوغ المنتهى في هذه الأشياء. فيقول له: لاح المشيب وأنت في لعب الهوى، وطول عمرك في الذنوب قد انطوى، وصحيح جسمك في الخطأ ضيعته، وما تبت إلا أن فرغ القوى. أنت هتستنى منا ما تكبر وتعدي 40 وتعدي وبعدين خلاص، وما تبت إلا أن فرغ القوى. أتظن أن صباك يرجع ثانية؟ لا، والذي لعباده فلق النوى، شيب وعيب كيف جمعهما معا، لا خير في شيب يميل مع الهوى. خلاص الإنسان بعد 40 يبتدي الشيب يصهر. لا خير في شيب يميل مع الهوى، والله لا يقفل باب توبته أبدا. ورد أن الحبيب النبي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بشيخ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ على عصاه، رجل كبير في السن يتوكأ على عصاه. لحم هادي عينيه نزل على عينيه من شدة كبره. سبحان الله، ده سنه كبير، نزل على عينيه من شدة كبره. وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أرأيتك يا رسول الله، رجل بلغ من العمر ما بلغ، وما ترك حاجة ولا داجة، صغيرة ولا كبيرة من الذنوب إلا فعلها، أله توبة؟ سيدنا النبي يقول: أدخلت في الإسلام؟ قال: نعم. قال: لقد غفر الله لك، لقد غفر الله لك. فسبحان الله، الله عز وجل لا يقفل باب توبته. فسن 40 سن جميل، سن حلو جدا، الإنسان يتوب فيه ويرجع إلى الله. والله يقول لنا في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. احنا معانا 4 دقايق بالظبط، أنا عايزة تفسير حضرتك على إن هو هل سن ال40 فعلا بنتخطى فيه كل الأخطاء اللي احنا حصلت لنا قبل كده وربنا بيغفرها وبنبتدي مرحلة جديدة؟ في أي عمر من الأعمار لا تخص بال40، ولكن هذا عمر يعني حدده القرآن وجعل له دعاء تكملة للآية. هذا العمر خصه القرآن الكريم بدعاء، خصه ربنا الذي أنزل على النبي القرآن بدعاء، فهذا لا يقتص بعمر محدد. التوبة والمغفرة لا تقتص بعمر محدد. وننظر إلى القرآن الكريم في عجالة في دقيقة واحدة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني كفر وقتل، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ومن يقترف هذه السيئات ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مفيش أحسن من كده ختام الحلقة حضرتك. سبحان الله. نعم، متشكرين لحضرتك جدا، كنت ضيف عزيز. الله يخليك. ولو تختم لنا الحلقة بدعاء. نتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل: اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا من التائبين واغفر لنا الذنوب أجمعين. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الصادق البر الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ونختم بقول القائل: يا آل أحمد يا أند الأنام يدا ما بال ذو حاجة إياكم قصدا، يا سادة الناس جدكم وجودكم قد عوداني أن أطلب المددا، من جاء ساحتكم سعيا لكرمكم لن تحرق النار في الأخرى له جسدا، حبا في آل بيت رسول الله. اللهم صل وسلم. نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله.